بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم لتلامذتنا الأعزاء، تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. سوف نكمل سلسلة الدروس. لقد عرفنا حروف أربعة، عرفنا حرف الأ، حرف الإي، حرف الأم، حرف الأن. سوف ننتقل إلى حرف الأ. إذا نكمل من الكتاب المدرسي لننتقل إلى الحرف حرف الأ. لاحظ معي: جو دي، دي هادية، دليلة، إي تارك. لاحظ عندي هنا حوار، بروميير إيماج، دوزيام إيماج. بروميير إيماج عندنا دو في، بنتين. ماذا تقول البنت الأولى للثانية؟ إنها، لاحظ ماذا تقول: voici Nadia، سي ما كامارات. سوف نكتب سي ما كامارات، هذه نادية، إنها صديقتي. سوف أكتب voici Nadia سي ما كامارات. هنا الصورة الثانية، إنها تقدم في نفسها لصديقها. هنا عندي اون في ان غارسون، عندي طفلة وطفل. لاحظ إنها تقدم في نفسها، تقول له اسمي داليلا، جو مابيل داليلا، جو مابيل داليلا. هذا ماذا رد عليها طفل؟ قال لها مواسي طارق، مواسي طارق. هنا هنا كتبنا الحوار. ننتقل إلى اثنان. تو تو بريزونت، قدم نفسك، ثم بوي تو بريزونت كماك تا كامارات، قدم صديقك. قال قدم نفسك ثم قدم صديقك. مثلا انت اسمك أمينة ولا أسماء، تقولي جو مابيل مثلا أسماء، جو مابيل أسماء، أنا اسمي أسماء. فواسي سارة، هذه سارة، إنها سارة. سيما كامارات، صديقتي. سيما كامارات، نفس الحوار الأول. ولا تقول Je m'appelle Yacine. Voici Nadia. C'est ma camarade. هكذا قالك قدم نفسك ومن بعد قدم صديقتك. هنا قدمنا، درنا مثال. ننتقل إلى الألوان. هذا درس راني حاطته لكم في الفيديو، هو مهم مهم جدا، تحتاجوه حتى في سنوات قادمة. ننتقل إلى تمرين الثالث. إيكوت إي ريبيت، أسمع وأكرر. عندي هنا فيغ، لون الأخضر، فيغ، أورانج، لون برتقالي، بلو، أزرق، بلون، أبيض، غوج، أحمر، غري، رمادي، فيولي، بنفسجي، مارون، بني، نوار، أسود، غاز، وردي، جون، أصفر. ننتقل إلى التمرين الرابع. لاحظ تا تون كاماراد مونتخ ليماج تو دي لا كولور، قول لنا على اللون، الألوان التي في الصور. صديقك أعطيه، يعطيك الصور ويقول لك على الألوان. ها هذه السيارة ما لونها؟ بلو، نوار، فيغ، روج، جون، روز، غري. هنا عرفنا الألوان. ننتقل إلى، لاحظ لاحظ دي لو ديالوغ افيك تي كامارات، اقرأ الحوار مع أصدقائك.
تلتحظ. Voici Melissa, c'est ma camarade. هذا الغارسون يقول Voici Melissa, إنها Melissa صديقتي. Ma camarade. هي ماذا ترد عليه؟ تقول له Bonjour. Bonjour, صباح الخير. لاحظ هذا المربع. كا ما غاد هاو حرف الأو، حرف الأو، لاحظ أو سكريبت مينيسكول، سكريبت أو مينيسكول، كورسيف أو ماجسكول، سكريبت ماجسكول كورسيف. هذا خط الطباعة يستعمل في الكتاب، نجده هذا خط الكراس، خط الكراس. ديتاشي هذا ديتاشي وهذا اتاشي. لاحظ هنا اي فوقها اكسون ايغو اي، لاحظ الاي فوقها هذا. عندنا ميليسا مي لي سا، لاحظ كيف ننطق المي، مي 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 لي سا. راح نكتبو حرف الاو، اعرفكم هذا الحرف. لاحظ هذا حرف الأ، حرف الأ نسموه شو نسموه؟ ماجيسكيل، سكريبت، خط الطباعة. وهذا أ ماجيسكيل كورسيف، خط الكراس. كنعودو نكتبو في الماجستير في الكراس، هذا أول حرف نكتبو هكا. كاين هذا أ مينيسكول سكريبت، سكريبت. وهذا أ كورسيف. أشفاو على هذا الحرف أ، عندنا أ، وعندنا هذه الأ، وهكذا الأ، هذه أشفوا عليها حرف الأ، هذا هو شكل أ. معنا في حرف الأ، هذا حرف الأ رانا نقرأ فيه اليوم. لاحظ exercice numéro 2. Lève la main quand tu entends E. Lève la main quand tu entends E. قالك ارفع يدك عندما تسمع حرف الE. Cheval، cheval. هنا سمعنا حرف الE، نرفع يدنا. ها نرفع يدي. هنا شاء ما سمعناش حرف الE. Cerise، هنا سمعنا حرف الE، أرفع يدي. دي ما سمعناش حرف الE. شميني، سمعنا حرف الE، أرفع يدي. شميني. لاحظ ننتقل إلى التمرين الثاني. Lève la main quand tu entends E. عدنا هذه ثاني، لازم تشفاو مليح، رانا قرينا اليوم زوج حروف. لاحظ هادو رسخون في ذهنكم، هادو الحروف، هذا الحرف رسخون في ذهنكم هكذا. أ أ أشفاو عليه أ. كاين هذا أ، كاين هذا أ، وهذا أ، هذا نسموه أ سكريبت ماجيسكول كورسيف، أ مينيسكول سكريبت، أ مينيسكول كورسيف. هذو أشفاو عليها. وكاين الأ الإي هذه اللي تجي فوقها لاكسون، أكسون إيغو عاملة هاك. وكاين هذه أيضا هاك، كشلطة هاكا من فوق. كاينه هاك اشفاو عليها الاي، هذه ننطقوها اي، سموها اكسو اي، راكم تقراوها في السنه الخامسه ان شاء الله. هكذا هكذا تجي الشلطه فوق، وهاك تجي هاك. هذو هذو زوج حروف رانا قريناهم اليوم، اشفاو عليهم أ. 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 وهذه اي اي، هذا أ، هذه اي. هنا تمرين ثاني. Lève la main quand tu entends E. هذا الإي هاني وريتوكم الآن.
لاحظ إليفون، هاي فيها حرف الإي، إذن أرفع يدي. هنا غناغ ما فيهش حرف الإي، كاميرا فيها حرف الإي، أرفع يدي. شيان ما فيش حرف الإي، بي بي فيها حرف الإي، أرفع يدي. فهمتوا معايا؟ هنا التمرين الثالث، أونتور أو إي إي أو تابلو، قالك أحوط أضع دائرة على حرف الأو وحرف الإي. هنا نسمع، لاحظ اون ايتوال، اون ايتوال، هنا ها حرف الأو وهي حرف الإي وهي حرف الأو. اون تيتين، ها اون ليمونات، ها حرف الأو، ها كلي. إذا هنا ضعنا دائرة على حرف الأو والإي. أشفاء، ورانا قرينا اليوم حرف الأو هكذا وحرف الإي هكذا، إي هكذا. لاحظ إكخي سوغ تون أغدواس بوي روكوبي دون تون كاي، لاحظ نكتب حرف الأو نكرره عدة مرات، هذا حرف الأو، يعني وريتوكم أو، هذا حرف الأو، هكذا هكذا هكذا، إي هكذا، إي فوقها الأكسون، أكسون إيغو، هذا إي، ها حرف الإي. ننتقل إلى كتاب الأنشطة. الآن ننتقل إلى كتاب الأنشطة. هنا جو كولوري لي ديسان كونجونتون، هنا لونا الحصان، فنتر، شميس، باتشو. هنا جونتوغتي لو او كو جو فوا، اضع دائرة على الاو، او او او، راح هنا وضعنا دائرة. اكزارسيس نيميرو 3، جونتوغتو لي او كو جو فوا، هنا او او او، سوريس، ها بورت، بيلوت، ننتقل إلى التمرين الرابع. جيكري سور مون أردواز بوي جو ركوبي دون مون كاي. هنا عندنا حرف الأو ننقله في الكراس عدة مرات، أو شوفوا كيفاه مكتوب الأو، أو هكذا، أو هكذا، أو أو. ننتقل إلى إكزرسيس إي، لاحظ إي، جو كولوري لي ديسان كونجونتون إي، إيتوال، لاحظ إيتوال، ألون النجمة فيها حرف الإي. إيكول أيضا يلون، إيكول، غيفاي تلون، فيلو أيضا تلون فيها حرف الإي، هذه إي اللي فوقها الأكسون، بوي أيضا تلون، بيبي يلون، فواتور من لونهاش، تابي من لونهاش. لاحظ إكزارسيس نيميرو دو، جونتور تولي إي كو جو فوا، أضع دائرة على حرف الإي اللي فوقها الأكسون، إي هاهي، إي هنا لونا إيه. ننتقل إلى التمرين الثالث، جونتور تولي إي كو جو فوا، أيضا إيكول، بي بي، أي إي، إي بلي، ها لنلقى فيها أو أكسون أضع إيه.
نكتب أيضا عدة مرات إي إي. شوفوا لاكسو جي هكذا، لاكسو هاك ها ها. ننتقلوا دركا المراجعة على واش قرينا الحروف من البداية، راح ندير لكم مراجعة واش قرينا الحروف. لاحظ معايا، قرينا حرف الأ، شوفوا حرف الأ قريناه، راح نكتبوه. قرينا حرف الأ، لاحظ هذا حرف الأ، شوفوا أ كيف يتكتب. هذا نسموه ماجسكول سكريبت، خط الطباعة، خط الكتاب، وهذا خط الكراس، خط الكراس. هذا ثاني قريناه. أشهو عليه أ مينيسكيل، أ مينيسكيل كورسيف. ننتقل إلى الحرف الآخر، هذا حرف الأ، أشفوا عليه أ أ أ، كرروها عدة مرات، أ هاك أ أ أ، أكتبها عدة مرات، أكرر هذا الحرف أ أ أ هكذا أ، أيضا أكرر أ هذا أ حتى هكذا أ مينيسكيل هذا. لاحظ، راجعنا أيضا حرف الإي، ها حرف الإي أشفوا عليه إي إي، عندنا هذا حرف الإي عنده أيضا كات فورم، كاين هذا حرف الإي، كاين هذا حرف الإي، وهذا حرف الإي. سكريبت كورسيف سكريبت، هذا كورسيف وهذا سكريبت، هذا كورسيف وهذا سكريبت. أشفوا على حرف الإي، عنده أيضا كات فورم، ها إي، راجعنا حرف الإي إي إي إي، راجعوها عدة مرات. أيضا حرف الآم، ها حرف الآم، لاحظ حرف الآم، ها قرينا حرف الآم من الكتاب المدرسي، نكتبه أيضا عدة مرات. آم عنده كات فور، كاين هذا الشكل، كاين هذا الشكل، لاحظ آم آم، كاين هذا هكذا، كاين ها آم، هذا كورسيف وهذا سكريبت. ديتاشي واتاشي، هذا رجعنا، رجعنا ايضا حرف الان، اشفوا مليح، رجعنا ايضا حرف الان هكذا، عنده كات فورم ايضا ان ان، وهكذا آن أيضا عنده كات فورم. هذه الحروف اللي راجعناها من الكتاب المدرسي، أيضا حرف الأ، ما ننساوش حرف الأ، وراجعنا حرف الأ، هذا وين كنا نقرأ فيه أ، عندنا أيضا كات فورم أ سكريبت أ كورسيف، ها عنده كات فورم أ، وكاين او اكسون اي، هذه نسموها اي، هذا اي عنده كات فورم ايضا اي، فوق الشلطه هكذا اي، كاين اي هذا فوق الشلطه، واي فوق الشلطه، كاين سكريبت هو خط، كاين خط الطباعه،
وخط الكراس. فهمتوا؟ خط الكراس نسموه كورسي، كورسي، وخط الطباعة نسموه سكريبت. أشفاء مليح هذو الحروف اللي رانا راجعناها، وراجعنا أيضا ما ننساوش الحرفين اللي راجعناهم. راجعنا حرف ما، ما أيضا، وحرف نا، ما نا، وراجعنا حرف مي، مي كي تلتقى معها الإي الآن كي تلتقى معها المي نقولو بي، وراجعنا حرف الآن مع الإي ني. هذه أشفاوي عليها مليح، هذه الحروف اللي رانا راجعناها. راجعنا حرف الأ نكتبه هنايا أ، أيضا كل حرف عنده 4 أشكال. شوفوا حرف أ، 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 إي، إي، ما، ما، مي، مي، نا، ني. حرف الأم، لاحظ أم، أ، إي، كل حرف عنده 4 أشكال. ننتقل إلى حرف جديد راح تقرأه